صافي بقيت في الزنقه متلاوح من هنا. كل اللي كيضحك عليك كل اللي كيطمع فيك نجا من عويش. صافي بقيت قاعد مشيت عند ماما مره الاولى قالت لي يا ولدي ما بقيت تجي عندي راه باغي راه راجلي باغي يتحول من اكادير شي دار اخرى. الحاجه دا كنطلب من ماما فين كنتي دابا راه توعجت وبغيت تصبي غير لاكارت ديالي. دونك انا كنت ما قاعد مع والديا بخير وكنت شارب ما خاصني حتى شي خير. صافي مني كنت قاعد معاهم تفارقوا والديا 2007 صافي قالت لي ماما قعد معايا. قلت لها لا باغا نمشي مع بابا باغا نمشي معاه تش انا ما كنتش عارف كنت باقي صغير ديك الساعات. صافي ما كنت باقي صغير قالت لي ماما غادي تندم. قلت لها خليني باغا نمشي مع بابا. بقيت مع عاد عماماتي كانوا كي كيعملوا لي راسو كيقولوا صيفطي عاد مو صيفطونا صيفطونا. بقيت لوحو بيا نهار الاخر داني واحد العروبيه عند جداتي موت ماما خلاني ركبني في واحد كرويله تما خلاني قال لي سال طريق عبده خلاني غادي فيه وما عرفت راسي فين غادي. وصدقت راسي عند جداتي تما مشيت عندها قلت لي شكون انت؟ قالت انا جداتي مابقاش عارفه انا. صافي بقاش مده وانا نخرج الزنقه عاوتاني بدا خالي كيضربني وهذا وهذا. انا يا كنت كندير بعض المرات شي غلط كنت كيدير الغلط انا كنت كندير شي غلطات بعض المرات. صافي حتى انايا مشيت الساعة الزنقه وبقيت مجروق مشيت عند بابا هنايا قلت لي صوب لي لاكارت قايس عند امك جيب ورق تاع الطلاق وجي. صافي مشيت عند ماما انا قلت لها قال لك بابا عطيه ورق تاع الطلاق عطاتني 10000 ريال. صافي بقيت كنزلوق بعض المرات كنمشي الجمعيات كنقعد فيهم بعض المرات كنمشي شي جمعيات كنخاف كنقول هادي ما عجبانيش كيخرجوني كنقول ما بغيتش جمعيه نقيه كنخرج عاوتاني. صافي انا كنطلب حاجه وحده كنطلب انا والده ديالي غير توقف معايا وتصوب يلا كارات وسمي صورة. واخا انا مهرس ديك الساعه ما كاملش هرس انايا نبقى في الزنقه وما خرجوش دريات خوتي الزنقه الصغار حتى انا على قبلهم خرج الزنقه انايا ما بغيتش نبقى مزروق. صافي ملي قالت لي ماما قالت لي يا ودي راه باغا نشدك راه مرقيت لك جد. صافي بقيت مزروق 6 سنين دابا كل مره فين مره في ازوي مره في طنجة كل مره فين. صافي بقيت مزروق بقيت كندور هكا هكا كان البوليس بعض المرات كيدوني السونطروات كنت كنهرب ما كنتش كنقرا راحت ما بغيتش نتبلى ما بغيتش نتشمكر ما بغيتش شحال من حاجه. صافي بقيت في الزنقه متلاوح من هنا كل اللي كيضحك عليك كل اللي كيطمع فيك نجا من عويش. صافي زبط كدوز بابا من عدايا كد راسي بحال ما كيعرفنيش بحال ما والو. صافي بقيت قاعد مشيت عند ماما مره الاولى قالت لي يا ولدي ما بقيت تجي عندي راه باغي راه راجلي باغي يتحول من اكادير شي دار اخرى. صافي مشيت بقى دازت شي 25 يوم رجعت عندهم ما لقيتهاش في ساكنه. الحاجه دا كنطلبها من ماما فين كنتي دابا راه توعجت بغيتك تصبي غير لاكارت ديالي راني عيت من الزرق وما قادرة تجرد غير صبوريا غير لاكارت ديالي بغيت نخدم ما بغيتش نبقى في الزنقه راه تكرفس عيد عيد بزاف راه رجلي حي الناس في الرباط حيدوا لي الحديد 4 مليون حيدوا لي حديده بقات لي حديده. كنمشي حتى البوليس اللي زادهم بخير كيجيبوا لي الماناط تحت في الزنقه كيجيبوا لي الماناط مسكتهم هما قالوا لي جد قالوا لي انت دري صغير دري زوين من بينه قالت شمكان ما بغيتش دوك تسخوك باش يعرفوك انت شمكان ما يعرفوك شفار شحال من حاجه. صافي كنطلب بين الناس يوقفوا معايا يصبوا لي اتفس فين سكون وفين ندير مستقبلي حتى انايا ونجمع راسي اشري كنطلب. صافي ديما شحال من مره كنعاني بعد ما كنبقى نبكي كنقول ماني ماشي بحال بنادم ماني كنشوف الناس غادي مع والديهم جايين ضاحكين كنسمع بنادم كيبقى يهضر عليك كيبقى يقول شو داك الشمكار هذاك دوزيش من حدا دوز من ليها. صافي شي بزاف كيبقى فيا الحال اساسا هي نعيشها مع الوالده ديالي بخير واللي قالت لي نسمع منها هما وداك حتى انا كنت كندير الغلطات كنت كنطير باقي صغير شحال من عويش.
كنت كان بعد ما كندير الشغل بعض المرات كنمشي للمدرسة كنبقى نجيب ماما صداع شحال من حاجة هي على بالها راجل كيقول لها ولدك يخرج يا قبيح ما غاديش يسمع قرب يخرج دريات وانا نقول خرج انا ما خرجش دريات خوتي 6 سنين وانا في الزنقة ما بغيتش نتبر ونخرج على راسي الزرقاء منعس فيها براسي ما كنعملش مسخة كنقول لهم عاونوني ما بغيتش نعس في هاد البلاصة المسخة كنطلب الناس المحسنين يوقفوا معايا ويهضروا لي مع الوليدة ديالي ويهضروا لي مع بابا تو يدير عقلو شوية كما كان الحال راه كيبقى والدي قاش عليهم صافي ما انا محقش هنا يعني من كنطلب منهم واخا 6 سنين في الزنقة صابر انا كنطلب من الوالدة ديالي توقف معايا وترجع ترجع ترجع لي نكمل قرايتي وصافي اش اللي كنطلب من الناس المحسنين يوقفوا معايا حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلاح، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.